بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا الكلام في المحاضرة السابقة عن الـ Structure Proteins، وقلنا هنقسم Structure إلى مستويات. المستوى الأول هو بنسميه الـ Primary Structure، والثاني اسمه Secondary، والثالث اسمه Tertiary، والرابع اسمه Quaternary Structure. هنفهم كل واحد عبارة عن إيه. Already we discussed the Primary Structure. قلنا الـ Primary Structure هو أساسا إيه؟ The number and sequence of amino acids in the peptide. هو ده الـ Primary Structure. عدد وترتيب الـ Amino acids. مين اللي ماسك الـ Amino acids مع بعض في الـ Primary Structure؟ الـ Peptide Bond. هل لما نتكلم عن الـ Secondary Structure معناها إن الـ Peptide Bond دي راحت؟ طبعا لا. ما زالت موجودة. بس احنا هنتكلم على مستوى اخر. اول حاجه مجرد نمبر سيكونس امينو اسيدز، ودي هل بتديني شكل معين للبيبتايد شين؟ طبعا لا، ما بتديش شكل معين. الامينو اسيدز ورا بعض وبالتالي بيعملوا وات وي كول ارانجم كويل. اوكي، وقلنا انها مكونه من ايه بقى؟ من الامينو اسيدز وهي مشبكه في بعضها باي بيبتايد بوند. طبعا يعني الكربوكسي جروب اوف امينو اسيد نمبر 1 مع الامينو جروب اوف امينو اسيد نمبر 2 اند سو فورث. دايما بنبتدي على الشمال بالامينو جروب وبنتجي على اليمين بالفي الفا كربوكسي جروب. والبيبتايد بوند ماسكه الامينو اسيد مع بعض. الحاجه المتكرره باستمرار ان اتش تي اتش تي او، ان اتش تي اتش تي او، ودي سميناها ايه؟ مين تشين او بيبتايد باك بون. ده العمود الفقري للبيبتايد شين. اوكي؟ هل هذه البيبتايد بوند بتتفك باي هيتنج ولا ما تتفكش؟ ما تتفكش. ليه؟ لانها كوفالنت بوند قويه. امال مين اللي بيتفك باي هيتنج؟ قلنا القوى الضعيفه زي الهيدروجين بوند والهيدروفوبيك انتر اكشن والالكتروستاتيك والفاندر فالز، كل دول باي هيت ممكن يفك. انما البيبتايد بوند ما تفكش باي هيتنج. اوكي؟ قلنا بالاضافه ممكن نضيف، ولو انا بقول ريسنتلي لا هنبطل الحكايه دي، ان الدايسلفايد بوند اللي ماسكه بين تو سيستينز بفورم سيستين توضع في الاعتبار في البرايمري ستراكشر. اوكي؟ يعني ممكن نعتبرها جزء من البرايمري ستراكشر بس مش هي الاساس ابدا. امال ايه الاساس؟ بيبتايد بوند. قلت تاني ليه بنعتبرها جزء من البرايمري ستراكشر؟ لانها ما تتفكش باي هيت. الدايسلفايد بوند برضه ايه؟ الكوفالنت بوند. ما تتفكش باي هيت. عشان كده زمان دلوقتي ريسنتلي بطلنا نقول بقول الكلام ده، بنعتبر الدايسلفايد بوند اللي موجوده في البروتينات تعتبر جزء من البرايمري ستراكشر. احنا مالين دلوقتي نلغي الكلام ده ليه بقى؟ لان مش هي اللي ماسكه المين شين مع بعضها. دي نمره واحد. نمره اثنين، هي اساسيه في التيرشري وفي الكوتيرنري ستراكشر احيانا. احيانا بتبقى مهمه جدا في التيرشري والكوتيرنري، فمش معقول نحطها تو ليفلز. يعني على اي حال احنا ما زلنا هنعتبرها جزء من البرايمري ستراكشر. اوكي؟ بعدين ابتدينا الكلام عن السكندري ستراكشر. ايه هو السكندري ستراكشر؟ هو شكل البيبتايد شين نتيجة لإيه؟ لعلاقة الأمينو أسيد المتوالية. نمرة واحد، إيه علاقته بنمرة اثنين في السبيس؟ هل هو جنبه ولا مع ثلاثة وأربعة وخمسة عاملين شكل حلزوني؟ اوكي؟ ففي نوعين رئيسيين من السكندري ستراكشر. البيبتايد شين اما فولدد يعني ملفوفه حوالين نفسها. يعني عامله الفا هيكس. عامله الفا هيكس، احنا ابتدينا وصفه المره اللي فاتت، احنا بس بنعيد الكلام تاني. يعني شكل حلزوني زي السوستر. يعني اما افحل كده عمال الف. شكل فولدد ملفوف حوالين بعض وحلزوني فولدد، ده اللي بنسميه الفا ستراكشر. اوكي؟ النوع الثاني بنسميه بيتا ستراكشر، اللي هو ايه؟ لو البيبتايد شين شبه مفرودة. شبه مفرودة. مفرودة كده. ما هياش لفة بقى. اوكي؟ ودي منه ثلاث انواع، في او اربعة على الاصح. في بيتا تشينز وفي بليت تشيز. اوكي؟ بيتا تشين يعني وان بيبتايد شين مفرودة. بليت تشيز يعني ايه؟ مجموعة من البيبتايد شينز لاين سايد باي سايد واقفين جنب بعض. عددهم كام؟ المعتاد من اثنين لخمسة بس ممكن يبقى أكثر. وفي البيتا بيرنز اللي هو حصل بيرنج البيبتايد شين بتوصل البيبتايد شين مع بعضها. كل ده جزء من البيبتايد شين، كل جزء من الايه؟ من البرايمري ستراكشر. لما دلوقتي عامل شكل معين فبنسميه سكند. فالسكند بيشتغل عباره عن شكل. اوكي؟ وفي بيتا لوبس
عامله زي البيتا بان بس في عدد اكبر من الامينو اسيدز. البان فيها 4 امينو اسيدز بس، اللوبس او القارب فيها 5 فاكثر. اوكي؟ طيب ده كده رسم بيوضح ببساطه الشكلين. الشكل العليمي للرسوم الاحمر ده الشكل الحلزوني اللي هو الفا ستراكشر، والشكل على الشمال ده بقول البيبسين ايه؟ اولموست فولي اكستندد، مفروده مش عامله شكل حلزوني زي دول. يعني ده يمثل ايه؟ ده امينو اسيد، وده الامينو اسيد اللي وراه، وايه اللي بالاسود ده؟ ده البيبسات بوند اللي شبكها. ها؟ ادي امينو اسيد نمره 2 والبيبسات بوند شبكها مع نمره 3، اولي نمره 3 شابك مع 4 عن طريق البيبسات بوند دي، و4 مع 5 الفوق. اوكي؟ طيب عاوزين نعرف ايه تاني عن الالفا ستراكشر؟ قلنا it is the most stable structure، وان بيعمل لي rigid fiber بالمنظر ده شكل الحلزوني، وان كل لفه بقى اللي لسه ما كناش قلناها المره اللي فاتت، كل لفه فيها كام امينو اسيد؟ يعني لو ابتدي انا من هنا والف لفه كامله يعني اقف لنفس تحت دي بالظبط، يبقى عملت كام امينو اسيد في السكه؟ 3.6 امينو اسيد. حد برضه قد يتساءل يعني ايه 3.6؟ وفي حاجه اسمها 0.6 امينو اسيد؟ ببساطه شديده لو عندي 10 لفات يبقى فيهم كام امينو اسيد؟ 36. ال 10 لفات فيهم 36 امينو اسيد، اوكي؟ يبقى اللفه فيها كام؟ 3.10 36 على 10. مظبوط؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه اللي ماسكها بالمنظر ده ولو المره اللي فاتت؟ الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند دي بين ايه وايه يا ترى؟ بين السي او، خدوا بالكم البيبتايد بوند عباره عن سي او ان اتش اللي فضل من الكربوكسيل جروب سي او، يعني هنا دي سي او في دبل بوند او ودي ان اتش. خلاص السي او دي لنفرض ده اول امينو اسيد، السي او بتاعته الاو بتاعته تعمل هيدروجين بوندنج مع مين؟ مع الان اتش بتاع رابع واحد تحتيه. اوكي؟ يعني نفرض ده نمره واحد، ده يبقى نمره كام؟ 2، ده نمره كام؟ 3، ده نمره 4، ده نمره 5. نمرة واحد مع نمرة 5، طبعا نمرة 5 ده رابع واحد بعد 4، بعد واحد. يعني ادي أول واحد بعد نمرة واحد، ادي ثاني واحد اللي هو نمرة 3، وادي ثالث واحد، وادي رابع واحد. فرابع واحد أهو هو اللي فعلا الـ NH بتاعته هلاقيها تحت الـ CO بتاعت نمرة واحد. ادي نمرة واحد أهو الـ CO بتاعته بالظبط فوق الـ NH بتاع رابع واحد تحتيه اللي هو نمرة 5. أوكي؟ طيب واجي السي او بتاعت نمره 2 هلاقيها فوق ايه؟ فوق نمره 6. فوق الان اتش بتاعت نمره 6. طول ما انا ماشي كده 1 مع 4، 1 مع 5 سوري 2 مع 6، 3 مع 7، فاهو كله هيدروجين بوند اهو. بين السي او بتاع اللي فوق مع الان اتش بتاع اللي تحت. الهيدروجين بتاع الان اتش يبقى شارد مع ايه؟ مع الاكسجين بتاع السي او. لو نرجع بقى للكلام اللي قلناه على الهيدروجين بوند، اتكلمنا عن هذا الكلام في الاول خالص في الكيميكال. لما اتكلمنا عن الهيدروجين بوند قلنا الهيدروجين اتوم كوفالنتلي بوندد تو ان الكترونيكتيف اتوم، تبقى شيرد مع ايه؟ انذر الكترونيكتيف اتوم. الان اتش هنا الهيدروجين بتاع الان اتش ماسك كوفالنتلي مع الان، هيبقى شيرد مع ايه؟ مع الاو بتاعت السي او. طبعا الاو دي الكترونيكتيف والهيدروجين الكترونيكتيف، فالهيدروجين شارد بين الاثنين وشارد بين الاثنين ويجيب هيدروجين بوند. يبقى انا عندي بقى ماني هيدروجين بوندز ثرو اوت ذا بيبتايد شين. اوكي؟ صحيح الهيدروجين بوند لوحدها ضعيفه، انما لما تكون متكرره تبقى قويه. يكون في عدد كبير يمسك البيبتايد شين بطريقه ريجيد وقويه جدا. طيب اتفقنا ان كل لفه فيها 3.6 امينو اسيد. لو ابتدينا من هنا اما اوصل لتحتها بالظبط هلاقي 3.6 امينو اسيد. طب هذا الارتفاع بقى قد ايه مسافه؟ 0.54 نانومتر، 54 من 100 نانومتر. اللفه ارتفاعها 54 من 100 نانومتر، وعرضها حوالي نص باي ذا واي، وعرضها تقريبا نص نانومتر. اوكي؟ طيب يبقى كل امينو اسيد بينزل تحت قد ايه طول ما انا ماشي؟ نعمل ايه؟ نحسبها ازاي؟ احنا قلنا الارتفاع 0.54 مش كده؟ وفي كام امينو اسيد؟ 3.6. نقسم 5.4 على 3.6 تطلع لي 0.15. ارتفاع الامينو اسيد
0.15 نانومتر. اوكي؟ دي مواصفات الالفا هيليكس. ان تاني اللي بيمسك السكندري ستراكشر بصفه عامه سواء هنا او البيتا الهيدروجين بوند. بس هنا الهيدروجين بوند بين ايه وايه؟ بين الاميرو هيدروجين او الان اتش، يبقى الهيدروجين بتاعها اسمه اميرو هيدروجين. مع الكربون الاكسجين بتاع سي او واحد مع خمسه واثنين مع سته طول ما انا ماشي. بالاضافه لفاندر واس فورسز برضه تساعد على ذلك. ليه بقى يا ترى؟ عشان ايه؟ لان المسافه دي مناسبه جدا لعمل الفاندر واس فورسز. اوكي؟ فبتمسك برضه التشين دي مع بعضها كده بالفاندر واس بين الاتومز القريبه من بعضها. طيب وات اباوت ذا ار جروبس اوف امينو اسيدز؟ احنا عارفين المين تشين ان اتش تي اتش تو او فور معايا ماشي مش كده؟ وبعدين السي اتش اللي هي الالفا كاربون كابيت هي ايه؟ ار راديكال. طب الار راديكال رايح فين؟ هل رايح ناحيه وسط الهيليكس ولا الى الخارج؟ الى الخارج. ملوش مكان في الوسط، مكان في الوسط ده مكان ضيق جدا لا يسمح للار راديكال انها توجد فيه. ضيق خالص. يسمح ان التشين تمسك بين الفاندر فالز لان المسافه ضيقه، انما ما تسمحش الاراضي الكبيره فلازم حتى تطلع لبره. طبعا الارض كبيره في معظم الاحيان ما عدا في الجلايسين الارض بتاعته هيدروجين بس. اوكي؟ فالار دايما بروجكت او توارس. وده برضه شكل كده اضافي يوضح لنا هذا الكلام. دي كده لو انا باصص على البتشين من فوق. لو انا عندي شوسته كده لفه وانا بص عليها من فوق هتبان ايه؟ شكل حلزوني. طبعا دول المفروض زي شوت اوفر لاب المفروض يبقوا فوق بعض، بس طبعا لو حطيتهم فوق بعض مش هشوف حاجه، فانا عشان كده عامل الدايره توسع كل شويه، طبعا ما بتوسعش. اوكي؟ الوسط ده هو الاكسس بتاعها، ده المحور بتاعها، طبعا المحور الراسي وانا بص عليه من فوق هيبان كنقطه. كل واحد من دول يمثل امينو اسيد، الاسود ده امينو اسيد، وادي الارض بتاعته طالعه بره اهو. والازرق ده راح امينو اسيد وادي الارض بتاعته طالعه بره، والاخضر ده امينو اسيد وادي الارض بتاعته طالعه بره، والاحمر ده انذر امينو اسيد وادي الارض بتاعته طالعه بره. كل الار راديكلز طالعه بره والاكسس من جوه فاضي ما فيهوش حاجه. اوكي؟ طيب ده الالفا هيليكس. ده الالفا هيليكس. هل في هيليكس اخر غير الالفا هيليكس؟ ايوه في. وده موجود في الكولاجين وهنسمع عنه بعدين، وده ليفت هاندد مش رايت هاندد، وده شكله مختلف خالص عن الالفا اكس. والمقارنه الثاني ليفت هاندد طبعا ده رايت هاندد. ثاني حاجه الثاني شبه مفروض. هنشوف بعد كده لفاته قد ايه، طولها قد ايه، وفيها كم امينو اسيد. فهو مختلف تماما، فمش هنبص عليه دلوقتي. عم نتكلم عن الكولاجين، هنتكلم عنه. اوكي، انا بالتالي كده خلصنا الالفا ستراكشر. هل حد عنده سؤال عن الالفا هيليكس؟ الفا هيليكال ستراكشر؟ ايوه. لو اكثر من 4 من 10 يبقى ما يعملش تاثير. هنا نص مش كده؟ نص دي المسافه اللي في الوسط من السنتر بتاع الامينو اسيد. من السنتر. لما ناخد جوه شويه هيبقى حاجه 4 من 10. فهي مناسبه جدا ان انك تمسك مع بعض. اوكي؟ ممكن. احنا لسه هنقول الكلام. في بقى حاجات تمنع عمل الالفا هيليكس. في انواع من الامينو اسيدز incompatible with the ما ينفعش. زي ايه بقى؟ أول حاجة وأهم حاجة البرولين. البرولين لا يمكن أن يوجد في وسط الألفا هيليكس. ليه بقى؟ عشان إيه؟ لأن ما فيهوش بعد ما يعمل بيبتايد بوند ما فيش هيدروجين شارك في المايكرو. ليه؟ لأن الأساس أن البرولين والزميله طبعا هيدروكسي برولين في NH2؟ لا، ده في NH بس إيميرو. طب ال NH2 اما اشيل الهيدروجين بتاعها عشان اعمل بيبتايد بوند يتفضل هيدروجين ثانيه. عشان كده المين شين عباره عن سي او ان اتش. ان اتش سي او سي اتش سي او ان اتش سي اتش سي او ان اتش سي اتش سي او. فدايما في اتش في النيتروجين
وده اللي بيعمل لي ايه الهيدروجين بوند. ما الهيدروجين بوند ده من ايه؟ من الان اتش. مظبوط. فلو في برولين في السكه ما فيهوش ان اتش، في ان بس بعد ما عمل تايب 1. يعني هي كانت ان اتش وشيلنا الهيدروجين عشان نعمل تايب 1 وخلاص، ما فضلش حاجه يقدر يعمل هيدروجين بوندنج. لا ما يقدرش، ما فيش، مفيش حاجه تعمل بيها هيدروجين بوند. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان ويمكن دي اهم حتى، ان الار بتاعت البرولين هي جزء من رينج وليست فري تو موف، فدي بتحدد حركه البرولين جدا. الار التاني بتاعت البرولين ايه؟ جزء من رينج. ها؟ مش زي بقيه الامينو اسيدز، مختلفه تماما، جزء من رينج. فعشان كده دي برضه بتعاكس عمل الالبانيكس. اوكي؟ دي بقى ما تعاكسش الهيليكس بتاع الكولاجين زي ما هنشوف بعدين. الكولاجين احنا نلاقي فيه برولين وهيدروكسي برولين كتير. حد يقول لا ما عامل زي هيليكال ستراكشر. هيليكال ستراكشر ده مختلف تماما، ده ليفت هاند الاول. هو هي البرولين وخلاص البرولين مناسبين للليفت هاند هيليكس من ناحيه الرينج بتاعتهم، انما لا تتناسب مع الالفا هيليكس اللي هو رايت هاند زي ما قلنا المره اللي فاتت. اوكي؟ طيب وات ايلس؟ ممكن كمان لو عندي مجموعه كبيره من امينو اسيد ورا بعض وكلهم الار بتاعتهم كبيره، زي ايه؟ مين الار كبيرة قوي؟ زي التوفان، لان الار بتاعته عبارة عن ايه؟ CH2 بعدين اندور رينج كبيرة قوي. ده مثال على امينو اسيد وذي بيج ار. وزي اللوسين والايسولوسين، دول برضو الار بتاعتهم كبيرة. لو في منهم عدد كبير ورا بعضه في البيبتايد شين ورا بعضه في الغالب، يمنع عمل الالفا هيليكس. ليه بقى؟ عشان ايه؟ لان الار الكبيرة دي ما تقدرش تقرب من بعضها، تبعد عن بعضها. ما يكون عدد كبير بقى من الار كبيره ورا بعضهم، ما يخليش الشكل الالفا هيليكس يتبني. ما ينفعش. لو في عدد كبير من الشارج امينو اسيدز ورا بعض برضه. ليه برضه؟ لان الشارج الامينو اسيدز بيعملوا ايه؟ اثنين بوزيتيف ورا بعض يعملوا ايه؟ يزقوا بعض، يبعدوا عن بعض، فيلخبط لي الالفا هيليكس. فانا عندي ثلاث حاجات تتنافى مع الفورميشن اوف ارك، تمنع وجود الارك هيليكس. البرولين وعرفنا السبب. A large number of successive bulky amino acids. ما حدش يقول لي تريبتوفان في السكه يمنع الارك هيليكس. انما لو عندي خمسه تريبتوفان ورا بعض، او في وقتهم لوسين وايسولوسين ورا بعض، كل دول يمنعوا عمل الارك هيليكس. بالكي ار راديكال. اوكي؟ الاحتمال الثالث بقى a large number of successive charged amino acids ومن نوع واحد برضه يعملوا نفس الشيء، يمنعوا الفورميشن اوف ذا الفا هيليكس لان هم بيزقوا بعض، بيبعدوا عن بعض. اوكي؟ الهايبا هيليكس ستراكشر موجود في الفايبرس بروتين، بعض الفايبرس بروتين زي الفايبرينوجين زي المايوسين وزي حاجه اسمها الفا كيراتين ده موجود في الشعر، وكذلك في بعض مناطق الجلوبيولار بروتين. ده موجود فين؟ الفا هيليكال ستراكشر. ننتقل الى البيتا ستراكشر. قلنا دي يا اما وان شين كده ماشيه لوحدها يبقى اسمها بيتا شين، او اثنين او اكثر شينز ماشيين جنب بعض، ادي واحده اهي وادي واحده اهي. نبص كده على دي هنا ايه؟ ان اتش سي اتش سي او، ادي ان اتش سي اتش ادي سي او، ان اتش سي اتش سي او، ان اتش سي اتش سي او، ادي المين شين. اوكي؟ والناحية الثانية نفس الشيء NHCHCO NHCHCO NHCHCO. في اثنين ماشيين جنب بعض كده. وحصل بينهم ايه؟ برضه هيدروجين بوندنج. هيدروجين بوندنج. برضه الهيدروجين بوند هنا بين الايه؟ بين المين تشين وبعضها، زي بالظبط بالالفا هيكس. هيدروجين بوندنج كان بين المين تشين وبعضها. NH وCO في نفس البيبتايد تشين. في المين تشين هم اللي عاملين هيدروجين بوندنج وماسك الاثنين تشين دول جنب بعض عشان يعملوا وات وي كول بليت شيت. اوكي؟ الشكل ده بيوري البيبتايد تشين كده الاول طالعه لفوق مش كده؟ وبعدين كده نازله لتحت، وبعدين كده طالعه لفوق، وبعدين كده نازله لتحت، طالعه لفوق نازله لتحت. ودي نفس الشيء طالعه فوق نازله تحت، طالعه فوق تحت نازله تحت. مظبوط كده؟ الاكس اللي هو فوق خالص ايه؟ هي الفا كاربون سي اتش، والسي اتش فيها ايه؟ ادي الار راديكال. اوكي؟ فالار راديكال هو طالع من السي اتش الالفا كاربون لفوق، لان المنطقه دي طالعه لفوق، وبعدين هنزل لتحت. خلاص؟ في هنا سي او ان اتش وادي سي اتش ده الالفا كاربون.
بس عشان نزلت من تحت فالارض تروح فين؟ تنزل لتحت. عشان كده الخط ده معمول منقط والخط ده مستمر. لان ده طالع لفوق وده يبقى البيكسل عشان عماله تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل. مظبوط كده؟ والايكس بتاعها فوق او البطن بتاعها من تحت هو السي اتش الفا كارل والار راديكال مره طالعه لفوق ومره نازله لتحت، مره طالعه لفوق ومره نازله لتحت. فدول كده واقفين جنب بعض، انا عامل هنا اثنين ممكن ثلاثه اربعه خمسه اور ايفن مور، وعاملين شكل كده متموج كده مش كده؟ فده بنسميه ايه؟ بليتد شيت. بليتد شيت ليه بنسميها بليتد؟ يعني ايه؟ لو جبت ورقه وقعدت تتني فيها كده وبصيت عليها من الجنب تبقى اسمها بليتد شيت. طبعا شيت يعني ورقه، بليتد يعني التنيه على بعضها. فهمني يعني ايه بليتد شيت؟ يعني ورقه متنيه على بعضها. اوكي؟ فحته طالعه لفوق في اخرها ايه هنا؟ الالفا كاربون والار طالعه لفوق، وبعدين حته نازله لتحت فاخرها ايه؟ الالفا كاربون والار نازله لتحت. قول ما لاش ادي البليت شيت. فهمنا او هي البليت شيت. اوكي؟ تاني مين اللي ماسك البيبتايد تشين جنب بعض بالمنظر ده؟ هيدروجين بايند. بين ايه بقى؟ بين السي اي سي او اللي هنا بتاعت ون بيبتايد تشين والاتش بتاع الحته اللي جنبها. ها؟ بين ال اتش اللي هنا بتاعت البيبتايد تشين الاولانيه والسي او اللي جنبها. بين السي او بتاعت البيبتايد تشين هنا وال اتش اللي جنبها. عاملين برضه هيدروجين بايندينج. يعني برضه هما بين المين شين ال ان اتش والسي او. اوكي؟ ده اللي ماسك التو بيبتايد شين كده جنب بعض وعامل لي ذا بليتد شيت ابييرنس. مفهوم البليتد شيت عرفنا شكله ايه؟ حد عنده سؤال البليتد شيت شكله ايه؟ اوكي؟ البليتد شيت ده موجود في اماكن كثيره، موجود في الفايبرس بروتين وفي الرابير بروتين زي ما هنشوف بعدين ان شاء الله. اوكي؟ زي ما احنا شايفين برضه في الفايل شين تقريبا فولي اكستندد. فاضل نقطه اخيره تتقال هنا اللي هي ايه يا ترى؟ ايه هو الدايركشن اوف ذا بيبتايد تشينز بالنسبه لبعض؟ هل هم ماشيين ان ذا سيم دايركشن ولا ان اوبوزيت دايركشنز؟ دي احتمالين موجودين. طبعا هم ماشيين موازيين لبعض مش كده؟ طيب لو كانوا هما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، يعني ايه اولا في نفس الاتجاه؟ يعني لو كان هنا ان اتش دي اتش دي او ان اتش دي اتش دي او طول ما انا ماشي يبقى الثانيه روحها ان اتش دي اتش دي او ان اتش دي اتش دي او في نفس الاتجاه. طب يعني ايه الاوبس دايركشن؟ يعني الاولى ان اتش دي اتش دي او كده والثانيه بالعكس ان اتش دي اتش دي او في الناحيه الثانيه. اوكي؟ ادي معناها ان ذا سيم دايركشن ولا ان اوبس دايركشن. لو كانوا الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه وبارالل هنسميهم بارالل، اما الاثنين بارالل. طب لو كانوا ماشيين عكس بعض ها؟ يبقى نسميهم انتي بارالل. انتي بارالل يعني هم موازيين لبعض برضه، ولكن موازيين ولكن ماشيين عكس بعض. ماشيين عكس عكس بعض في الاتجاه. اوكي؟ طب لو عندي بيبتايد شين ماشيه كده وبعدين هي لفت ورجعت كده، يبقى يا ترى الاتجاه كده هيبقى ماشيين في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ يبقى عكس الاتجاه، لان الاولى ماشيه كده والثانيه عكس الاتجاه. اوكي؟ طيب امال انت الاثنين يبقوا ماشيين في نفس الاتجاه؟ لو جبت انا في الطاشين وحطيتها جنبها، او لو بعد ما لفيت كده رجعت لفيت كده، يبقى الثانيه بالنسبه للاولانيه بقى، نمره ثلاثه بالنسبه لنمره واحد يبقوا مفهوم؟ يبقوا في نفس الاتجاه، نمرة واحد زي ثلاثة، أنا مشيت كده نمرة واحد وأدي كده الجزء نمرة اثنين. واحد واثنين ماشيين عكس بعض. نمرة ثلاثة مشيته كده يبقى زي الأولاني. أوكي؟ الهيدروجين بوند بقى زي الأمل هي أصعب شوية من السابق، ولكن يعني أو هي يعني يكفي تعرفوا إن إن إيش مع سي أو خلاص، بصرف النظر بقى في نفس الاتجاه قصدي في عكس الاتجاه سهل قوي، في نفس الاتجاه اصعب شويه، انها برضه ما يلزمش انكم تعرفوا تعرفوا ترسموا. بس تعرفوا الفات يعني ايه باراليل ويعني ايه انتي باراليل. اوكي؟ طيب لغايه دلوقتي قلنا كم نوع من البيتا ستراكشر؟ قلنا بيتا تشين يعني وان تشين ماشي. كويس؟ اما بليت تشي يعني وان تشي ماشيه ولفت ولفت بحيث عاملين مع بعض في الاخر البيت تشي اللي احنا وصفناها.
طيب النوع الثالث بقى من البيتا ستراكشر اللي هما بيتا بانز اند لوبس. بيتا بانز اند لوبس ده نفرض دي تمثل في الفالشين، في الفالشين بتاعتي ماشية. نفرض ده الجزء الاولاني بتاعها، وبعدين في هنا واصلة، وبعدين ده الجزء الثاني. عادة الشكل ده اللي هو بنسميه بارل ده يمثل الالفا اكس، والاروز الاسهم تمثل البيتا تشين. فدي بيتا تشين والفا هيليكس واقفين جنب بعض. الوصله بينهم ايه؟ الوصله بينها اللي بنسميها بيتا بند. بيتا بند هي واصله بين جزئين، إيه؟ ممكن يكون جزء هيليكس، وممكن يكون جزء ما هوش هيليكس تشين، وممكن الاثنين هيليكس، وممكن هما الاثنين شيء. المهم الوصفه اللي هي بتلف، يعني الحته اللي بتلف دي بنسميها بيتا بند. بند ليه؟ لان هي اللي بتعوج في بتاع الشين عشان تغير اتجاهها. يعني دي ماشيه في اتجاه ما، مش كده؟ بعدين غيرنا الاتجاه بالبند، وبعدين كملنا في اتجاه اخر، وبعدين عملنا بند اخرى، عملنا كملنا في اتجاه ثاني، وبعدين عملنا بند وكمان مره ثانيه. فدي اسمها بند، ودي اسمها بند، ودي اسمها بند. طيب بعد كده مشينا مسافه طويله. البند دي قلنا فيها كام امينو اسيد؟ اربعه بس، ولهم نظام معين مش مهم نعرفه ازاي ماشيين في بعض، انما البند دي بقول لها نظام معين. اوكي؟ اللي بيساعد على وجود البند ايه يا ترى؟ البروتين والجلايسين. الاثنين بيساعدوا على وجود البند. الجلايسين عشان الارض بتاعته صغيره قوي، والبرولين لانه شكله بقول يسمح باننا نلف. اوكي؟ طيب قلنا دايما في هنا اربع امينو اسيد. طيب هنا بقى مشينا مسافه طويله، وبعدين عملنا حته بيتا تشين. المسافه الطويله دي بنسميها لوب. يبقى ايه الفرق بين البند واللوب؟ ان البند فيه اربع امينو اسيد، اللوب فيه خمسه بعض بس، ادي الفرق بين الاثنين. البند له شكل ثابت، انما اللوب ممكن يبقى له اشكال متغيره. ادي فرق اخر بين البند واللوب. اللوب اكبر وممكن يبقى فيه اشكال متغيره. وعادة اللوب ده بيبقى فيه تشارج الامينو اسيد عادة. من تشارج الامينو اسيد ده تشارج مختلفة. اوكي؟ وعادة اللوب بقول بيبقى شكله ديس اوردر. ديس اوردر يعني ايه؟ يعني ملوش شكل معين. البند لا، شكلها ثابت. انما اللوب عشان طويلة بتاخد اشكال متعددة. وممكن تبقى اللوب دي ملهاش شكل معين في الظروف العادية. ولكن تاخد شكل معين وثابت امتى؟ اما البروتين ده يمسك مع حاجه ثانيه. عايز الكلام ده تاني، بقول اللود اولا فيها خمسه امينو اسيد فاكثر، ممكن يكون كتير 10. اوكي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بتبقى دايما على سطح البروتين مركب. الحاجه الثالثه عاده فيها شارج الامينو اسيدز. الحاجه الرابعه انها شكلها ما بيبقاش ثابت، ممكن يبقى متغير ديس اوردر، يعني زي راندوم بوينت تقريبا. ولكن it becomes ordered امتى؟ اما البروتين بتاعي ده يمسك بحاجه معينه بنسميها ليجند. ليجند يعني ايه؟ جايه من ليجيشن. ليجيشن يعني ايه؟ ربط. كلمه ليجيشن يعني ربط، لما اربط حاجتين مع بعض انا بعمل منهم ليجيشن. لما اجيب حبلين واربطهم بعقده يبقى انا عملت ايه في الحبل ده؟ ليجيشن. اوكي؟ فليجند يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي هتمسك في البروتين. زي ايه مثلا؟ ندي مثال بسيط خالص. لنفرض البروتين بتاعي ده انزايم، ده هيمسك في ايه؟ في الماده اللي هيشتغل عليها عشان يسرع الرياكشن، مش كده؟ فالسبستريت، كلمه سبستريت يعني ايه؟ يعني الماده التي يعمل عليها الانزايم. الانزايم بيعمل على ماده بنسميها دايما سبستريت. اوكي؟ فالانزايم لما يجي يمسك في السبستريت بتاعه يغير شكله، يبقى له شكل ثاني. طول ما السبستريت بعيده، الماده اللي بيشتغل عليها النظام بعيده عنه، يبقى المنطقه دي شكلها متغير، هذه اللوب. اوكي؟ طب المنطقه دي اللي هي عامله لوب واللي هي شكلها متغير، واما السبستريت يبقى شكلها ثابت، بنسميها ايه بالنسبه للانزايم؟ بنسميها اكتيف سايت. الكلام ده هندرسه في الانزايم قدام. كلمه اكتيف سايت يعني ايه؟ المكان النشيط في الانزيم. الانزيم له مكان نشيط اللي هو بيتحد مع السبستريت فيه عشان يسرع الرياكشن. هذا المكان النشيط اكتيف سايت بيبقى عليه لوب. اللوب دي بقول ديس اوردر في الظروف العاديه
ولكن في وجود سبستريت تاخد شكل معين، تمسك في السبستريت كويس قوي عشان تقدر تسرع الرياكشن زي ما هندرس بعدين في الانزيمز باذن الله. اوكي؟ ده بالنسبه للدوس. اوكي؟ وهل بس المثال الوحيد الاكتف سايتو انزيمز؟ لا طبعا في حاجات كتير اكتف. ممكن اكتف سايتو بهرمون، هرمون لما يمسك مع الريسبتور بتاعه يمسك في حته معينه. هينطبق علينا في الكلام. ممكن الاكتف سايت يبقى انتي بادي. عارفين الاجسام المضاده فيها منطقه معينه شغلتها ايه؟ تتحد مع الانتيجين بتاعها. اوكي؟ هذه المنطقه المعينه من الانتي بادي اللي بتمسك مع الانتيجين. اولا الانتيجين يعتبر ايه بالنسبه للانتي بادي؟ لايجاند. لايجاند لان هو اللي بيمسك في الانتي بادي. زي ما السبستريت يعتبر لايجاند بالنسبه للانزيم، وزي ما الريسبتور يعتبر لايجن بالنسبه للهرمون. ها؟ هنا نفس الشيء. بالنسبه للانتي بودي الحته اللي بتمسك في الانتيجين في الماده الانتي بودي موجه اليها، ها؟ دي تعتبر اكتف سايت بالنسبه للانتي بودي. والانتي بودي الثاني بيمسك مع ايه؟ الانتيجين، والانتيجين يعتبر ايه في الحاله دي؟ لايجن بالنسبه للانتي بودي، يعني الانتي بودي بيمسك. اوكي؟ طيب حد عنده اسئله دلوقتي بالنسبه للبيتا ستراكشر؟ احنا قلنا في بيتا تشين عباره عن تشين ماشين، بيتا بليتي تشين كذا تشين ماشين جنب بعض، وممكن تبقى اي واحده بس لفت حوالين نفسها. اوكي؟ وفي بيتا بانتس اللي هي اربعه امينو اسيدز بتيجي عند الانحناء في التايب شين، وفي بيتا لوبس اللي هي خمسه امينو اسيدز واكثر، ممكن يبقوا 10 او اكثر حتى. ها؟ ودي عرفنا مميزاتها. اوكي. ايه المشكلة؟ يعني انت غير متخيل ادي في التايب شين ماشية ولفت وراجع تاني. خلاص؟ مش في هنا سي او ان اتش؟ اي لو اثنين اوكي. لو اثنين مش هبقى انتقل هتبقى تو في التايب شين لاين سايد باي سايد. اوكي ممكن كده ممكن كده. يعني ايه جوه الواحد؟ لا يحصل لو لفت حوالين نفسها يعني. لما تلف التشيك حوالين نفسها يبقى في انترنال هايدرو بامب. اوكي؟ لانهم بقوا كانهم تو تشينز رايت سايد باي سايد. مظبوط كده؟ طيب حد عنده سؤال تاني؟ يا بنتي انا قلت لو تشين واحده يبقى اسمها ايه؟ بيتا تشين. لو اكثر من واحده سواء واحده لفت حوالين نفسها او اكثر من واحده جنب بعض هم اللي يعملوا بيتا بليتي تشي. بليتي تشي لازم يكونوا اكثر من واحده لاين باي سايد باي سايد. هل الاكثر من واحده دول هي واحده ولفت ولا لا هم اثنين وجم جنب بعض؟ ممكن كده ممكن كده. ده لو كان بالظبط كده. ده لما هتكلم انا لما اتكلم على على الكوترنال ستراكشر هقولها كده. اوكي؟ زي ما انتوا بتقول لو كان في مور ذان وان بيبتايد تشين يبقى احنا دخلنا في كده في ايه؟ في كوترنال ستراكشر. اوكي؟ رايت سكندري وترشري دول كلهم ان وان بيبتايد تشين. الكوترنال بقى لازم مور ذان وان بيبتايد تشين. اوكي؟ انما بالنسبه لنا هنا بتبقى وان تشين لفت حوالين نفسها. اوكي؟ تعمل بيتا بليتي تشين ان وان تشين فتبقى سكندري ستراكشر. طيب ننتقل دلوقتي الى ايه؟ الى التيرشري ستراكشر. عشان نفهم التيرشري ستراكشر خلينا نبص على الدياجرام المبسط. الخط الرأسي ده يمثل في الفالشين. دي بدايتها عبارة عن هنا ايه؟ الفا هيلز كويس؟ وبعدين حتة اكستندد يعني بيتا تشين، وبعدين انذر الفا هيلز، وبعدين انذر اكستندد اريا بيتا تشين، وبعدين الفا هيلز. كويس؟ طبعا تمثيل كده مبسط وعادة بيبقى فيه أكثر من كده بكثير، إنما أنا عملت أهو ثلاثة هيليكال وثلاثة إكسلنت. كويس؟ الشكل ده يا ترى يجيني في الآخر فايبرس بروتين ولا جلوبيلر بروتين؟ بالمنظر اللي قدامي ده فايبرس بس مش كده؟ لأنها إلونجيتد صح؟ طب أمال الجلوبيلر بروتين إزاي؟
تبتدي حوالين نفسها بحيث تديني شكل زي ده. ادي البيبتايد شين هنا كان عامل الفا هيليكس، وبعدين هنا في ايه بقى؟ بند، ايوه بيتا بند، وبعدين بيتا تشين اهي المرفوع الاحمر دي اللي هي تمثل الجزء ده، وبعدين انذر هيليكس اللي هو يمثل الجزء ده ماشي في الاتجاه الثاني برضه. عملنا هنا بند ولفينا وبعدين لفينا ثاني وعملنا حته هنا اكستندد، وبعدين عملنا بند ثانيه وعملنا ارض. يعني احنا بنغير الاتجاه بقى، فبدل ما هو كده الونجيتد كانه فايبرس بروتين، لا بقى بلوجر لف حوالين نفسه. اوكي؟ وهو ده التيرشري ستراكشر. هو ده التيرشري ستراكشر. ان يحصل تويستنج اوف ذا بيبتايد شين اباوت اتسلف او اراوند اتسلف بحيث فاينالي ات جيفز ا جلوبيولر بروتين. ده هو الايه؟ التيرشري ستراكشر. طب مين اللي ماسك التيرشري ستراكشر بقى؟ اللي ماسك التيرشري ستراكشر كثير من البوند اللي احنا قلناها قبل كده، يعني ممكن يمسكوا الهيدروجين بوند، ممكن يمسكوا الهيدروفوبيك انتر اكشنز، ممكن يمسكوا الفاندر فالز، ممكن ايونيك انتر اكشنز، في كذا نوع ممكن تبقى موجوده عشان تمسك هذا الشكل. اوكي؟ دول ممثلين هنا برضو في الدياجرام المبسط ده عشان نوري ايه انواع البوند اللي ممكن تمسك. لنفرض دي هنا الفا هيليكس وبعدين بند وانذر الفا هيليكس، على فكره مش شرط اغير، يعني في الدياجرام اللي فات عملت الفا هيليكس وبعدين ايه؟ بند وبعدين بيتا تشين، لا هنا ممكن يبقى وراها الفا هيليكس تاني وبعدين بند وبعدين انذر الفا هيليكس، ممكن قوي مش مشكله. يعني ممكن يبقى معظم البروتين بتاعي هيليكال، معظمه زي ايه؟ زي المايوجلوبين، او المايوجلوبين معظمه هيليكال ستراكشر، معظم المايوجلوبين هيليكال ستراكشر. اوكي؟ بس فاينالي دي جلوبيولر، فايه اللي خلاها جلوبيولر؟ ان في بند هنا حصلت نتيجه ايه؟ البند دي نتيجه وجود مين؟ البروتين بالذات اكتر حاجه يبقى موجود عن البنز، وممكن كمان الجلايسين زي ما قلنا قبل كده، ده بيساعد على البندنج اوف ذا بيبتايد شين. كويس؟ طب ايه اللي خلاها تاخد هذا الاتجاه؟ ان هنا كان في تشارج الامينو اسيد عليه نيجاتيف. مين ده يا ترى؟ ده الار بتاعته سي اتش 2 سي او او نيجاتيف. ده مين ده؟ ده اسبارتيك اسيد يا ولاد، اسبارتيك. لا لازم تعرف الكلام ده. ها؟ مفيش عليه نيجاتيف غير اثنين، اسبارتيك وجلوتاميت. مش كده؟ الار بتاعت الاسبارتيك سي اتش 2 سي او او اتش. وبتاعت الجلوتاميت فيها سي اتش 2 زياده. اثنين سي اتش 2 وبعدين سي او اتش. اوكي؟ فهنا ادي عندي تشارج الامينو اسيد عليه نيجاتيف، وبعدين المنطقه دي فيها لايسين، لايسين الار بتاعته سي اتش 2 اربع مرات واخره ان اتش 3 عليها بلس. هيحصل هنا بينهم ايه بقى؟ تجاذب بين النيجاتيف بتاع الكربوكسيل والبوزيتيف بتاع الامونيوم جروب، هيحصل بينهم انتر اكشن وبالتالي يمسكوا مع بعض. عرفت بقى ايه اللي خلاها تلف كده وتاخد الشكل ده؟ لان في هنا ايونيك بوند او بولر بوند او سولت لينكج، شبكه الجزئين دول مع بعض. البندنج هنا ساعد وبعدين خدت الشكل ده بالذات عشان الاثنين دول مسكوا مع بعض. طيب هنا برضه في هنا لوب مثلا، وبعدين حصل ايه بقى؟ هنا كان في 16 وهنا كان في 16 وبعدين مسكناهم مع بعض ب 16. الاثنين دول مع بعض بقوا 16. الار بتاعت ال 16 سي اتش 2 اس اتش، هنا برضه سي اتش 2 اس اتش، هنا الاثنين هيدروجين وشبكنا الاس مع بعض. يبقى اول نوع من البوندز اللي بتمسك التيرشري ستراكشر ايه؟ ادي الايونيك بوند، وادي بوند كمان الدايسلفايد ممكن برضه تمسك التيرشري ستراكشر. فعشان كده زي ما قلت لكم الترند دلوقتي ان احنا نشيل حكايه الدايسلفايد بوند من البرايمر، لانها تخص السكندري والتيرشري اكثر ما تخص البرايمر. اوكي؟ طيب كملنا في البيبتايد شين وبعدين لفينا هنا تاني، ايه اللي خلاها تمشي كده الاول وبعدين تلف؟ كان في هنا مثلا ده، مين ده؟ مين ده؟ تيروسين، this is تيروسين. اوكي، ومين ده؟ سي اتش 2 او اتش الار بتاعته؟ سيرين. ده سيرين، ادي سي اتش 2 او اتش بتاعته، وادي التيروسين في او اتش هنا، الهيدروجين ده هيبقى شاد بين التو اوكسجين. هيدروجين اتوم دي كوفالنتلي بوند تو ذيس اوكسجين على الشمال وشارد مع ذيس الكترو نيجاتيف اتوم اللي هي الاكسجين اللي على اليمين. وهنا في هيدروجين بوند ماسكه الشكل ده. يبقى بعد دلوقتي قلنا كام نوع من البوند بقى؟ ثلاثه.
الايونيك والدايسلفايد والهيدروجين بوند. اوكي؟ طيب البيبتايد شين هنبقى بس انها برضه لفت من هنا بنت وعرفنا السبب برولين عادة وبعدين مشينا في الاتجاه ده اللي مخلى المنطقة دي تشد مع بعضها هيدروفوبيك انتر اكشنز. دي ار راديكال اهي هيدروفوبيك ودي ار راديكال هيدروفوبيك. اوكي؟ هيشدوا بعض ويعملوا لي هيدروفوبيك بوند. ودي كمان ايونيك بوند ماسكاهم من الاخر مفيش مانع. المهم في الاخر الشكل ده على بعضه يعتبر ذا تيرشري ستراكشر اللي هو تاني عباره عن تويستنج اوف ذا بيبتايد شين تو جيف ا جلوبولار شيب. وعرفنا نوع البوند اللي بتمسك التيرشري ستراكشر. حد عنده سؤال في التيرشري ستراكشر لغايه دلوقتي؟ لسه هنقول كلام تاني بس عاوزين الاول نطمئن اللي احنا قلناه مفهوم. هيدروفوبيك انتراكشنز مش الاثنين دول هيدروفوبيك؟ بولر ولا نان بولر؟ دول سي اتش 3 بولر ولا نان بولر؟ نان بولر. وقلنا النان بولر جروبس بيمسكوا مع بعض ودول دي بنسميها هيدروفوبيك انتراكشنز. مظبوط كده؟ السي اتش 3 عليها بوزيتيف. جبت الكلام ده منين؟ ابدا دي معلومات غريبه. معلومات خارجية. لا مفيش طبعا. احنا قلنا الكلام ده في الأول خالص يا بنتي في الفيديو كامل كان أول حاجة قلنا الكربون والهيدروجين الإلكترونيجاتيفيتي إيه بالنسبة لبعض؟ قريبة جدا. أقل من 1.8. وبالتالي يبقوا هيدروفوبيك. البوند بينهم ما بتسمحش للإلكترونات تروح على ناحية أكتر من الثانية. أوكي؟ هيدروفوبيك إنتراكت. وقلنا ايه السبب في الهيدروفوبيك انتراكشن يا ولاد؟ نمرة واحد طبعا مفيش شحنات بس اهم منها ايه؟ زي ما بتقولي يدق الميه بتدقها مع بعض. الميه اللي حواليهم عاوزه تمسك في بعضها تقوم تدقها معناها تبعدهم عنها. قلنا تاني الاساس في الهيدروفوبيك انتراكشن ان الميه اللي انا مدوب فيها الماده بتاعتي بتزقهم على بعض بتطردهم بتبعدهم عنها. عشان هي تمسك مع بعضها هيدروجين بوند لازم تبعد الحاجات اللي ما تعملش معاها هيدروجين بوند. اوكي؟ في سؤال تاني؟ اوكي. طيب هننتقل خلاص عرفنا البوند اللي ماسكاهم. طيب فاينالي التيرشر ستراكشر بيوصف ايه وبعدين لسه هنرجع لحاجه ثانيه برضه متداخله في الموضوع. التيرشر ستراكشر ايه او بيوصف ايه؟ بيوصف ان الامينو اسيدز ممكن يبقوا بعاد جدا عن بعض في البرايمري ستراكشر ولكن قريبين جدا من بعض في التيرشري ستراكشر. ليه؟ نتيجه ايه؟ البوند لفت ورجعت تاني بحيث ممكن اخر امينو اسيد قريب قوي من اول امينو اسيد. اوكي؟ هل ده ممكن نفسره بالسكندري ستراكشر؟ طبعا انما يتفسر بالتيرشري ستراكشر نتيجه البندنج اوف ذا بيبتايد شين اباوت اتسلف او اراوند اتسلف. اوكي؟ بيوضح العلاقه بين الار جروبس وبين الامينو اسيدز زي ما شفنا اهي وعامله مع بعضها بوندي. طيب وات ايلس؟ فاضل بقى نقطه اخيره ودي بتستصعبوها جدا ولو انها سهله مش صعبه اللي هي ايه؟ في الاول نبص على ده تيرشر ستراكشر عادي ده اللي احنا وصلناه. ده تيرشر ستراكشر عادي جدا. طبعا ما حدش يحفظ الرسومات دي بس ده تمثيل عشان نفهم بس. احنا اتفقنا ان الاروز الاسهم تمثل اكستندد شيب. وبعدين ده شكل ده يمثل ايه؟ ده الالفايز. فدي بدايه البيبتايد شيب من هنا. الجزء الاولاني فيها اكستندد كده. وماشي هنا جنب الجزء الثاني اكستندد اهو الجزئين دول ممكن يعملوا مع بعض ايه؟ هيدروجين بوند. ودي تعتبر انترنال لانها في نفس الموليكيول. طيب وبعدين عملنا هنا بين وعملنا الحته دي هيك. وعملنا هنا بنت كمان وبعدين عملت حته الحته دي نون هيليكال اكستندد بيتا تشين وبعدين حته بنت وعملنا هنا حته هيليكال اند سو فورث وعمال اكرر في الشكل ده. اوكي؟ فعرفنا البنت ايه اولا وعرفنا ان في هنا هيليكال ستراكشر وفي هنا اكستندد ستراكشر وفاينالي انا اديت شكل كروي اهو زي ما احنا شايفين. في الاخر انا اديت شكل كروي. معظم الوصلات دي بنت
خد بالكم الوصله دي يعني هي جزء من البريبارد شيء، مش حاجه احنا اضفناها. ها؟ هي جزء من البريبارد شيء. وهنا بالذات في هنا حته طويله شويه تعتبر لوب. اوكي؟ وممكن تبقى دي زي ما قلنا اكتف سايت اوف الانزيم مثلا. ممكن اقول. اللايجند الانزيم يمسك السبستريت في الحته دي، اللايجند يمسك هنا، السبستريت يمسك هنا. خلاص ده بيرفكت ستراكشر مبسط. طيب وات ايلس؟ ممكن طبعا اللي انا وصفته ده زي الرسمه اللي فوق دي. خلاص؟ وات ايلس؟ نفرض بقى في كالشيوم كبير قوي بالمنظر ده. في بروتينات بيوصل عدد الامينو اسيد فيها الى 5000 امينو اسيد. ها؟ احنا خدنا مثال لبروتين فيه 51 امينو اسيد لو الانسولين اه ده صغير. انا بقول قد تصل عدد الامينو اسيد الى 5000. عدد ضخم جدا. اوكي؟ عادة في الحالات دي بيبقى الوضع كالاتي. نبص مع بعض كده، ادي البيبتايد شين برضه رسمنا جزء هيكل وجزء نون هيكل طول ما احنا ماشيين. برضه قلنا لو الشكل ده بس هو اللي موجود يديني فايبرس بروتين، ما يدينيش ابدا جرابر. انما هيديني جرابر بالطريقه اللي الالفا هيليكس ده هو الجزء ده. وبعدين الاكستندد ده هو الجزء ده. وبعدين الالفا هيليكس ده هو ده. والاكستندد ده هو النازل كده، والالفا هيليكس اللي هنا اللي هو الجزء ده. وبعدين الجزء ده الاكستندد ماشي كده. خلاص؟ الالفا هيليكس ده ادي حته ثانيه الفا هيليكس، ودي اكستندد وهيليكس واكستندد. اداني في الاخر هذا الشكل. الشكل ده يفرق ايه عن اللي فوق؟ ان في منطقتين لهذا البروتين. وكثير من الاحيان المنطقتين دول يبقى لهم فانكشنز مختلفه لهذا البروتين برضه. ها؟ في اكثر من منطقه. منطقة بالانجلش يعني دومين. يعني ايه دومين تاني؟ يعني منطقة ريجن. دومين يعني ريجن. احنا بنطلقها على منطقة معينة من البروتين ستراكشر. فالبروتين اللي فوقاني ده هو وان دومين بس. خلاص مفيش حاجة تاني. فهو ده التيرشري بتاعه. انما هنا التيرشري بتاعه كان تو دومينز ولينكد توجذر. طبعا لينكد يعني ايه؟ مش انا جبت حاجة من بره اقطعها، لا ده هي جزء من البريبتايد شين. جزء من البرتايد شين مكملة وعاملة منطقة تانية. طيب في الحالة دي بقى كل منطقة من دول هسميها سوبر سكندري ستراكشر. كل منطقة على حدة تعتبر ايه؟ سوبر سكندري ستراكشر. والمناطق كلها بقى سواء اثنين او ثلاثة، ممكن يبقى ثلاثة واربعة وخمسة كمان. هو يمثل التيرشري ستراكشر. طالما انا ان وان بولي بيبتايد شين يبقى ما عنديش غير تيرشري ستراكشر. بس مفهوم؟ فبقول تاني في البروتينات الكبيرة قوي ممكن يبقى فيه أكثر من منطقة. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ها؟ كل منطقة لها شكل معين. طيب المنطقة دي هسميها إيه بقى في الحالة دي؟ هسميها السوبر سكندري. خلاص؟ هسميها السوبر سكندري. فهمنا إيه هو السوبر سكندري ستراكشر؟ هو مناطق من البروتين مولكيول كومبوز اوف وان بيبتايد شين، لازم وان بيبتايد شين. المناطق المختلفة ليها شكل هنسميه سوبر سكندري. وبعدين كله بقى على بعضه يبقى تيرشري. اوكي؟ يعني الدومين ليها سوبر سكندري ستراكشر، والدومين دي ليها سوبر سكندري ستراكشر، والاثنين مع بعض خدوا بالكم كلها وان بيبتايد شين، هسميها تيرشري ستراكشر اوف ذيس بروتين. هل كل البروتينات فيها سوبر سكندري؟ طبعا لا. زي ما قلنا المايوجلوبين ما فيهوش سوبر سكندري، هو كله وان دومين. كله يعني شارك مع بعضه مباشرة، ما فيش منطقتين مختلفتين. اوكي؟ طب اشكال السوبر سكندري بقى، احنا هنا عملنا كده هيليكس وبعدين لوب وبعدين هيليكس اند سو فورث. في عدة أشكال للسوبر سكندري ستراكشر. اللي هي عاملة الدومين المختلف. احيانا السوبر سكندري عباره عن ايه؟ عباره عن بيتا ستراكشر وبعدين الفا ستراكشر وبعدين بيتا ستراكشر. يبقى بنسميها بيتا الفا بيتا. بيتا طبعا مفروض بعد كده في بنت وبعدين الفا وبعدين في بنت وبعدين بيتا. ده اسمه بيتا الفا بيتا، ده احد اشكال السوبر سكندري ستراكشر. ممكن تبقى بيتا وبعدين عامل بنت، بيتا عامل بنت، بيتا عامل بنت طول ما انا ماشي. شكل ايه؟ متموج، طالع نازل كده، متموج مياندر، مياندر يعني متموج. وليه بيتا مياندر؟ لانه كله بيتا ستراكشر، كله اكستندد وليس هيكل. اوكي؟ نوع اخر عمل الشكل الاتي.
ادي هنا بيتا ستراكشر وبعدين لوب كبيره عشان كبيره سميتها لوب وبعدين بيتا تشين بعدين بند بيتا تشين بند بيتا تشين بعدين لوب وبعدين بيتا تشين. وطبعا ممكن دول مع بعض يعملوا ايه بليت تشيت دول ايه انتي بارلل بليت تشيت دول كلهم مع بعض انتي بارلل بليت تشيت اوكي. وده هو السوبر سكندري ستراكشر بتاع المنطقه دي للبروتين. يعني لو دي لوحدها بس موجوده في البروتين انا اسميها سوبر سكندري طبعا لا تبقى ترشري على طول خلاص مفيش سوبر سكندري. انما لو كان البروتين مكون من منطقه زي دي ومنطقه ثانيه زي دي وفي بينهم وصله هنا في وصله كده برضه في كل من ثلاث شيء يبقى دي لوحدها سوبر سكندري ودي لوحدها سوبر سكندري والاثنين مع بعض يعملوا وات وي كول ذا تيرشري سكندري. عرفنا بقى الفرق بين السوبر سكندري والتيرشري؟ حد عنده سؤال؟ انتوا عندكم امتحان بايكارستي دلوقتي؟ طيب خلاص اتفضلوا كفايه كده النهارده. اوكي. الحكايه دي بدات شويه. لا احنا كده متاخرين قوي. احنا متاخرين قوي عن الكليه. عاوزين نبتدي 7 ربع